من كتر ما انت بتثق في حد، من كتر ما انت بتحب حد، تبقاش متوقع ان اذى او ضربة تجيلك من اقرب الناس ليك، فبتبقى مش متوقع الضرب. فالضربة اللي بتجيلك من مسافة قريبة بتوجع اكتر غير الضربة اللي بتيجي من بعيد. عشان كده ممكن، لو مش هقول عدو، يعني سيبكم من المعنى الحرفي لكلمة عدو، لكن هو لو حد انت عارف ان هو اصلا مش بيحبك، مش بيستظرفك، ما يبقى لكش حاجة، مفيش خواطر، مفيش مواقف، مفيش عشرة بينكم، لما يحصل منه موقف ممكن ما تستغربش الموقف ده. ولو حصل وجي حد في النص حب يوفق بينكم او يقولك ما تزعلش اصلا هو ما كانش يقصد، يا عم خلاص ما المسامح كريم، يمكن تفكر ان انت خلاص موقف وعد. وفي الاول والاخر هو مش من الدايره القريبه ليك، بس الضربه اللي بتيجي من حد قريب بتبقى صعبه قوي، بتوجع. عشان كده انك تنساها او ان انت تسامح بتاخد وقت او بيبقى صعبان عليك. انت مش بتكره بس بيبقى صعبان عليك. دي وجهه نظري، وانت برضو قول ليه مش موافق على المقوله. لا، هي انا مش موافق على المقوله لان هي يعني هي فكره الصديق او العدو. هو لو الصديق يعني حطيني في خانة صعبة جدا وضايقني جدا 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 وأذاني جدا جدا، هو يتحط في خانة العدو وما بقاش صديق يعني. فمش هتفرق المسميات، بس أنا عايز أقول على حاجة بقى في القصة دي. ممكن أكون بتكلم عن نفسي، مش بتكلم على كما ينبغي أن يكون والغفران للآخرين. يعني أنا بحس كمان كلمة غفران أفضل يمكن كمان من كلمة تسامح. لكن عايز أقول ان انا ممكن اسامح في اي حد غلط فيا، يعني مثلا يعني اي حد بقى، اي كان صديق كان عدو كان قريب، ده اي حد يغلط مفيش مشكله. يعني شتم، ضايقني بكلمتين، قال عليا كلمتين حتى ولا اي حاجه، خلاص انا اسف وبتاع، الموضوع خلص ولا يحتمل ان احنا نكمل فيه. لكن ما تقوليش حد بيقدر يسامح حد أذاه، يعني إذا كانت المضايقة خد حق أكتر من حقه شوية في فلوس، في تقسيمة، في بتاع، مش عارف إيه، الحاجات دي كلها سهلة إن إحنا نسامح فيها. لكن حد أذى حد، يعني متخيلة مثلا حد تسبب إن حد يتسجن مثلا 20 سنة مثلا، اتهموه في جريمة قتل ولا حاجة ومش عارف إيه، هو شخص بريء، هو شخص بريء، قولي له سامح، يقولك سامح إيه، طب ما أنا عمري راح. صح. يعني انا بعت عمري كله في السجن، فعمري راح. حد اذى حد في سمعته، في كذا في كذا في كذا في كذا، يعني هتسامحه منين يعني؟ فما اعرفش. طبعا انا بتكلم على الطبيعه الانسانيه العاديه. في ناس طبعا عندها يعني قرب من ربنا اكتر، بتقدر تسامح في كل حاجه، بس يعني فكره ان الواحد يسامح في كل حاجه انا بشوفها يعني هي صعبه، يعني مش سهل ان حد يسامح في كل حاجة يعني. بص، أنا متفقة معاك في أنه في حاجات صعبة أن أنت تعرف تسامح فيها. يعني أنت قلت حاجات كلها أصعب من بعض، كلام في السمعة، في لقمة العيش، في الحياة اللي ممكن حد يدمرها لحد. فما تيجي تقول لحد سامح بيبقى الكلام أصلا صعب. بس تعال نشوف أصلا فكرة التسامح أو معنى التسامح أو لأقصى حد، لأي مدى ممكن يكون التسامح. أنت ممكن تسامح حد عمل فيك حاجة عشان انت تحس بسلام جواك، بس ما ينفعش انك تتعامل معي تاني، ما ينفعش انك تخليه في الدايرة بتاعتك. بس لو انت فضلت من جواك مش عارف تغفر، عند بعض الناس ممكن عدم التسامح يوصله لفكرة الانتقام. يعني ما انا مش مسامح بس هاخد حقي، فانا بالتالي بدور أأذي اللي أذاني ازاي، وتفضل الدايرة مكملة. انا اذيت فرديت الاذى باذى، فالطرف الثاني رد باذى، كده هضيع حياتي، هضيع حياتي. وانا يعني سيبك من ان هو يأذيه فهو الثاني يتعاقب، لا انت هتضيع حياتك في كده. يا ستي كفايه ان هو في طرف هيضيع حياته في التفكير، في التفكير. عشان كده فكره ان انت تسامح هي مش معناها ان الطرف اللي اذاك ده يرجع لدايرتك تاني او يبقى قريب منك تاني او تديله ثقتك تاني. معلش ده اسمه عبط ان انا هعمل كده تاني، يبقى انا بقوله تعالى اذيني تاني. لان ساعات الشر او الشخص ده ما بيتغيرش، يعني زي ما اذاك هيأذي غيرك، ولو جات الفرصه يأذيك تاني هيأذيك. طب هقول لك على حاجه، هو ينفع النهارده مثلا حد يبعت لنا في الكومنتات او في التعليقات يقول انا مسامح من غير كتابه اسم الشخص، يعني انا مسامح حد عمل فيا كذا، ينفع؟ يعني مثلا يقول انا مسامح حد اتسبب في اذايا في العمل، ممكن. انا مسامح حد اتسبب في قطع عيشي، مسامح حد
ضايقني وغلط فيا، نسامح حد، ينفع حد طبعا يعمل كده؟ ينفع، ويا ريت تبقى حاجه حلوه ان احنا نسمع الكلام ده النهارده. ما هو النهارده ليه بنقول او بنستثمر بنستغل فرصه اليوم العالمي للتسامح؟ عشان نقول، بس انا لاحظت حاجه، مرات كده لما بنيجي نتكلم على التسامح فنلاقي رد فعل البعض يقول هو انتوا فاكرين ايه، وحياة البني ادم لعبه، هي نفسيته لعبه، فلان عمل وفلانه عملت واذوني ودمروا حياتي. عند حضرتك كل الحق، والوجع ده لازم يتقدر جدا. وفي نفس الوقت لما تيجي تتكلم على جانب تاني وتقول مش بسهوله الواحد يقدر يسامح حد عمل وعمل، طب فين كلام ربنا وفين التسامح اللي علمه لنا ربنا؟ برضو عند حضرتك حق. عشان كده لازم نحط كل حاجه في مكانها الصح. فكره ان انت تغفر او تسامح مش معناها انك انت تفتح الباب للي اذاك وتدخله دايره حياتك من تاني لانه هيأذيك تاني. والناس المؤذيه طباعها ما بتتغيرش الا لو ربنا قادر على كل شيء ان هو يغير، لكن انك تسامح ده عشانك قبل ما يبقى عشانه، عشان سلامك انت الداخلي، عشان في الاخر انت تقدر تكون انسان هادي وقادر تتعامل في حياتك، مش تقضي حياتك كلها سواء في فكره انتقام او في فكره وجع او في تفكير او انك مش قادر تتعافى، مش قادر تتخطى الحته اللي انت كنت واقف فيها واتوجعت فيها، فمش قادر تكمل حياتك. فالوحيد اللي حياته بتقف وبيبقى خسران هو الشخص اللي اتاذى. فانت لما بنقول لك حضرتك او بقول لنفسي انا لازم اسامح عشان اقدر اكمل حياتي وانا جوايا سلام، لكن لازم اتعلم من اللي حصل لي، واللي خان او اللي ضرب او اللي اذى ما ينفعش يرجع لدايره حياتي مره ثانيه.